باسم كافه الاخوين الجامعيين سواء في النقابه او خارج النقابه. بالنسبه لنا كالامن الجامعي اذا كان موجود في الجامعات لم يكن يقوم باي دور في هذا المجال، بالعكس كان يقوم بدور نتاع متابعه الناشطين السياسيين والناشطين النقابيين سواء كانوا اساتذه طلبه ولا ايا كان في الجامعه التونسيه. وبالتالي عوده هؤلاء الجامعات ماهوش ماشي يحل الاشكال. اللي مش يحل الاشكال هو خليه الامن يخدم على روحه في الجامعه وخارج الجامعه والمستوى البلاد ككل. ومن ناحيه ثانيه فما مقاومه للفكر الارهابي وهذا ما ينجم يكون الا على اساس المنظومه الجامعيه وايضا المنظومه التربويه، يعني نوعيه البرامج اللي قاعده تقدم والعلاقه لا يبنيها الاساتذه مع المربين والاساتذه مع التلامذه والطلبه. اعتقد ان هذا هو الاساس في مواجهه التفشي الكبير نتاع الفكر الارهابي داخل صفوف بعض الطلبه وخاصه الطلبه، وليس بالعوده الى المنظومه القديمه التي تتمثل في ضرب الحريات داخل الجامعه التونسيه. الامن لازم يقوم بدوره ويرجعوا اللي ينشطوا الهيكل نتاعهم نتاع الاستخبارات وما شابه، مش فقط في الجامعه التونسيه في كافه الدوائر. اما القضيه الاساسيه اللي تهمنا احنا كجامعيين مش هذا، هي نوعيه البرامج اللي قاعده تقدم. هذا يلزمنا نصلحوه ويلزم النشء الجديد اللي قاعدين نكونوا فيه يلزم اعطائه برامج تسمح له بمحاوله العمل على اجتثاث كل ما هو فكر ارهابي وفكر يعتمد على العنف وما شابه. قلنا فما اشكال كبير في الجامعه التونسيه هو التالي، هو انه العديد والعديد من الاخوان اللي تحكي عليهم طلبه اغلبيتهم يدرسوا في مجالات اختصاص علوم صحيحه بالضبط وما عندهمش تكوين في مجالات العلوم الانسانيه والاجتماعيه واللغات. كل ما يتعلق مثلا بالمقاربه نتاع العلوم الانسانيه ونتاع التاريخ ونتاع ما شابه ضعيف ياسر عندهم لانهم ما يتلقوش دروس من النوع هذايا، والبرامج اللي كانت موجوده تقتصر فقط على الامور المتعلقه بالاختصاص الضيق. قلنا فما مسائل كما هيك في التاريخ في العلوم الانسانيه والاجتماعيه يجب يقع تكوين جميع الطلبه فيها مهما كان اختصاصهم في العلوم الانسانيه ولا في العلوم الصحيحه. هذا طبعا هذا عنوان عندنا في اصلاح المنظومه الجامعيه هو اعاده الاعتبار للعلوم الانسانيه والاجتماعيه. اعتقد بالشكل هذا بالامكان انه على مستوى ثقافي وفكري يقع تكوين اجيال جديده تؤمن بالتوليرانس بالحريات بالانفتاح على مستوى الفكر وليس العكس.